أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال، يقول هذا السائل: مصلي يا شيخ، دخل والإمام في التشهد الأخير، فهل يدخل مع الجماعة أو ينتظر جماعة أخرى؟ إذا كان يعرف أو يتوقع أن خلفه من يأتي إنه ينتظر، يصلوا جماعة لأن الجماعة فاتت على الصحيح. وأما إذا كان لا يتوقع أحدا يأتي فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي، ولا يفوت عليه الأجر بمتابعة الإمام فيما بقي. نعم.